هنا انا بحاول ارمي التمساح قرموط. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على قوة الفك. سلام عليكم. طبعا حلقتنا النهاردة واضح جدا من العنوان ان احنا النهاردة بنتكلم عن التماسيح المفترسة، وده طبعا من اشهر التماسيح، تمساح النيل المصري. هنا انا كنت باكلهم لحمة زي ما انتوا شايفين، اهو هيقرب على حتة اللحمة وهيحاول ياكلها. ما شاء الله سبحان الله. طبعا انا بقدم لكم المحتوى ده ان شاء الله ربنا يوفقني واكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله اقدر اقدم حاجة تليق بحضراتكم ان شاء الله الفترة الجاية. انتظروا فيديوهات اجمد واقوى من كده بكتير. هنا انا بوريكم فك التمساح. سبحان الله، التمساح بيمتلك في الفك العلوي 66 سنة، وايضا في الفك السفلي 66 سنة تانية. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، احنا عندنا في افريكانو طلبة احجام ما شاء الله 2.5 متر و3 ما شاء الله. هنا برضو زي ما انتم شايفين لقطة كاملة بقى وهو بيفترس القرموط. اسيبكم مع الجمال ده ما شاء الله ما شاء الله. بلع القرموط زي ما هو زي ما انتم شايفينه. انا متوقعتش ان هو بيمتلك القدرة ان هو يقدر يبلع قرموط. دي طبعا التماسيح اللي هي فأس الموسم، زي ما انتم شايفين شهية ما شاء الله. منظر جميل جدا جدا جدا. اتمنى حضراتكم تتابعوا.